اليوم رانا متواجدين في ايام اعلاميه وتحسيسيه حول الوقايه ومكافحه حرائق الغابات اللي تدوم لمده 3 ايام 14 15 16 وين تم فيه عده مناقشات من طرف المصالح الموجوده هنايا. بالنسبه لمحافظه الغابات يعني قمنا بعرض القانون الثروه الغابيه الجديد الصادر في 23 ديسمبر 2023 حول الجرائم الغابيه ايضا المتواجده فيه. كذلك يعني معلوم انه هذا العام بدات عمليه حمله الوقايه ومكافحه حرائق الغابات في اول ماي على غرار يعني السنوات الماضيه كانت في اول جوان. شاركت المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بتيارت في الايام الاعلاميه حول حرائق الغابات ومكافحتها المنظمه على مستوى مجلس قضاء تيارت، حيث تم تنظيم ورشه خاصه للتعريف بالعتاد التقني المستعمل في الكشف عن مسببات الحرائق وكذا دور الدرك الوطني في البحث والتحري في الجرائم الواقعه على الغابات من خلال الاستعلام والمقاربات الجنائيه. شاركت مديريه الحمايه المدنيه لولايه تيارت في هذه التظاهره على مستوى المقامه على مستوى مجلس قضاء تيارت، وهذا بورشتين، ورشه خاصه ب عرض الإحصائيات وعملية التحسيس، الورشة الثانية تمثلت في عرض العتاد الخاص بالتدخل في هذا المجال. كما لا يخفى علينا أنه يتم تشكيل ريت المتنقل، هذا يتم تنصيبه على مستوى الوحدة الرئيسية لولاية تيارت، أما الريت الثاني الفوج الثاني يقام على مستوى دائرة مدروسة، وهذا للحد والتدخل من التدخل في حالة تسجيل حرائق غابات ومحاصيل زراعية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.